وللوقوف على آخر المستجدات في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز جين يمن صالح الجبري. أهلا بكم أستاذ صالح. أهلا وسهلا. بعد 5 سنوات من الحرب وسيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق كبيرة، كيف يمكن تقييم انعكاسات الانقلاب الحوثي على المدنيين؟ شكرا جزيلا. بالنسبة لي الاستيلاء الحوثي وانقلاب الحوثي على الشرعية، أولا بحيث التصحيح أنه الشرعية تسيطر على ما نسبته 75 إلى 80% من مساحة اليمن، والحوثي يسيطر فقط على حوالي 20% من مساحة اليمن، لكن الكثافة السكانية موجودة في المساحة التي يتواجد فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي يعني كما نعلم جميعا وكما تذكر التقارير الدولية وكما نشاهد يوميا من قتل وتدمير ونهب وسرقات أموال الناس وتفجير المنازل وتهجير اليمنيين ويعني المعتقلين الذين أخذوا بيوتهم بالآلاف في سجون ميليشيات الحوثي. 5 سنوات هي نكبة كانت على الشعب اليمني، وأصبح الحوثي متفرغ للذين يعارضون أو من يفكر برفع صوته على ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي للأسف الشديد تلقى يعني دعما واضحا من إيران وغطاء أو سكوت للأسف غربي في بعض الدول الغربية عما تقوم به ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني من تجويع وقهر وقتل. في هذا الشأن، الحديث عن الجانب الإنساني، ووفقا لمنظمة Human Rights Watch الحقوقية، فإن ميليشيا الحوثي قيدت وما تزال إيصال المساعدات الإنسانية. ما الهدف من عرقلة وصول هذه المساعدات للمدنيين؟ ليس غريبا على ميليشيات الحوثي أن تقوم بهذه الأعمال اللا أخلاقية. الأمم المتحدة اعترفت قبل فترة بأن ميليشيات الحوثي هي من تعرقل، ولكن ما هي الخطوة التالية؟ أين الضغوط الدولية؟ هي تعرقل لأنها تريد أن تأخذ هذه المعونات وتسلمها لمن تسميهم بالمجاهدين يعني في جبهات القتال، هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولا تريد أن تعطي هذه المعونات إلا الفتات القليل لبقية المنكوبين والمهجرين من أبناء الشعب اليمني. هذا هو السبب الرئيسي، أنها تريد أن تستلم بعد أن تم فضحها واتهامها من قبل الأمم المتحدة بأن هي من تعرقل، وخاصة أن كثير من الموظفين المتواجدين في الميدان يتبعون ميليشيات الحوثي الإيرانية، وهم يعملون تحت مسمى منظمات يعني خيرية أو منظمات مع الأمم المتحدة. هذا هو السبب الرئيسي، لأنهم اكتشفوا أن ميليشيات الحوثي لم توصل أي شيء إلا الشيء القليل الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني، والبقية كلها خلال 5 سنوات الباقية كلها تؤخذ وتعطى للمقاتلين في جبهات القتال ودعم أسرهم، أسر ميليشيات الحوثي الإيرانية. هنا يأتي سبب امتناع ميليشيات الحوثي عن استقبال أي معونات. في ظل تفشي فيروس كورونا، إلى أي مدى تتوفر الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالوباء، أو أي ضوابط صحية للحد من انتشاره؟ هناك منطقتين، منطقة ما تحت المناطق التي تحت سيطرة الدولة الشرعية المعترف بها عالميا، وهذه تحظى إلى حد ما يعني وجود رعاية لا بأس بها ولكن ليست هي المطلوبة، وهناك المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية. هذه المناطق للأسف الشديد تحولت المستشفيات إلى مكان للجرحى وكثرة القتلى الذين يعودون من جبهات القتال، ولم يتم يعني التفرق أو محاربة كورونا، بل أصبح كثير من المواطنين الذين يعني يتعرضون أو يشعرون بأنهم قد تعرضوا لهذا المرض الخبيث، وهم لا يعرفون طبعا يعني لا يملكون ابسط المعرفه حول هذا المرض، لكنهم يخافون ان يذهبون الى المستشفيات التي تديرها يعني ميليشيات الحوثي الايرانيه، خوفا من ان يقتلوا. كثير من الحالات جاءتنا ونحن على تواصل بالداخل، يدخل المستشفى ويخرج ميت، بل ان بعض الاسر لا تعرف اين دفن او ما سبب يعني موت قريبهم، حالات كثيره خاصه في الايام الاولى لانتشار كورونا. إذن
ناهيك على ان ميليشيا الحوثي تسيطر على كثير من المستشفيات وحولت بعض المستشفيات والمدارس الى سكنات عسكريه من اجل ان تتهرب او تجد لها عذر ان لا تضرب من قبل طيران التحالف. اذا الوضع سيء والامراض يعني كل يوم يعني بالمئات سواء من الكورونا او من الملاريا او امراض اخرى يعني يعانيها ابناء الشعب اليمني بسبب هذه الميليشيات التي للاسف الشديد لا تفقه شيء وتتعذر بان المطارات مغلقه والحدود مغلقه ولا يصلها شيء، لكن الاتاوات والاموال وتهريب السلاح عبر البحار هذا يدخل بكل سهوله، اما ما ينفع الناس او يقدم الخدمات للمواطنين هذه للاسف الشديد تاتي باعذار وحجج وهي كعادتها. شكرا لك صالح الجبري رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.